الشيء الوحيد الذي يطيل العمر حتى ان ملك الموت لا يكتب عنده هذا الموعد هو البار بوالديه. البار بابوه وامه هو الشيء الوحيد اللي يطيل العمر. وملك الموت يكتب له ان فلان يموت يوم كذا وينزل ليقبض روحه، ولكن رب العباد يأمره الا يقبضها فيتعجب، لانه هو تقريبا معه دفتر، اذا يعني جاز ان نفكر ببساطة اكيد معه في ذاكرته او وسيلة التذكر التي عنده اسماء اسم فلان في المكان الفلاني في الساعة الفلانية بالطريقة الفلانية، سواء يموت فرد او تموت جماعة، منزل ينهار، طائرة تحترق، سفينة تغرق، زلزال يحدث، باخرة سبحان الله، حرب، معركة. بهذا المنطق كل يموت على الطريقة التي كتبت له. خلاص. فملك الموت يتعجب، لقد حان حينه، يعني هذا الإنسان الحين الموت بتاعه موجود عندي، وكأن رب العباد يقول له لقد كان بارا بوالديه فأعطيناه علاوة رضا. أعطيناه علاوة رضا، يعني الله رضي عن فلان لبره بأبيه ولبره بأمه فيزيد العمر. لا اسمع الحديث، لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يطيل العمر إلا بر الوالدين. الدعاء الذي أحيانا يدعو بعضنا لبعض، روح يا شيخ ربنا يطيل لنا في عمرك، هذا دعاء غير مطلوب، ما طلب أحد من الصحابة هذا الدعاء، لكن ربنا يبارك لنا في عمرك. إطالة العمر ليست إلا عند الله عز وجل، مش حد اسمه واحد يطول عمره ويبارك في عمره، البركة في العمر. دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم فوجد أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوجه الكريم تقول اللهم أطل لي في عمر زوجي رسول الله وعمر أبي أبا سفيان وعمر أخي معاوية. قال يا أم حبيبة طلبت آجالا محدودة وأنفاسا معدودة، ألا قلت اللهم بارك لي في عمر زوجي رسول الله وعمر أبي أبا سفيان وعمر أخي معاوية؟ إذن القضية طول العمر أم البركة في العمر؟ البركة في العمر. الإمام شرف الدين النووي رحمة الله عليه اللي هو صاحب رياض الصالحين مات وهو ابن 34 سنة، وجاءت أمه تأخذ ما ترك من كتب، فحملت إلى بلدها وقر بعيرين من المؤلفات اللي ألفها هذا الشاب العجيب في التاريخ كله. الإمام شرف الدين النووي ألف كتب حملها بعيران. طب بالله عليك لو عاش ل54، طب ل74، ده فيه ناس تأتي إلى الحياة وتعيش ردحا من الزمن وما تركت شيئا. نعود إلى القضية ونقول مهمة الحديث عن علامات الساعة أن عليا رضي الله عنه قال لولده الحسن يا حسن يا بني ادرس الموت، موضوع ايه؟ دراسة، ادرس الموت وتعلمه جيدا حتى اذا جاءك فلا يفجأك فيبهرك. يعني الموت لو جه لانسان فجأة بدون معلومات عنه، طب يا ترى انا لما ملك الموت يجي انا اراه، طب اهلي لماذا لا يرون؟ الرجل يقول لك هو كان وسطينا وقاعد يتناول كأس الشاي وفجأة مالت رأسه هكذا وخرجت روحه. طب كيف خرجت؟ من أين خرجت؟ أين كان ملك الموت؟ هل توصد أمامه الأبواب؟ هل الميت المتوفى يرى ملك الموت ودخل عليه؟ طب وإذا رآه هل تتوقف الحياة عنده؟ أم أنه يخترق حاجز الزمن؟ شيء يفوق العقل، شيء يخلي الإنسان يبدأ يفكر. وهذه هي النهاية، لأننا نتعامل مع الموت كأنما كتب على غيرنا. نتعامل مع قضية الموت على أن شيء مش ما يخصني في شيء، مع أن القضية أن الموت حق على الصغير والكبير. حتى لو سألت الكافر يا فلان تموت؟ يقول أيوة أموت. تختلف الصورة عنده ما بعد الموت، لكننا كمسلمين
وضح لنا ربنا وبين لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن المسألة تفصيلية في قضية القدوم على الله عز وجل. فنمر بمراحل خمسة، خليكم معايا عشان ندخل على علامة الساعة. احنا نمر في خمس مراحل: عالم الذر، وعالم الأجنة، وعالم الشهادة، وعالم البرزخ، وعالم الآخرة. كم عالم؟ خمسة. العالم الأول عالم الذر. وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. طيب، قالك هذه الشهادة حجة على كل إنسان يدعي أنه كافر أو ملحد أو فاسق أو فاجر، لأن روحه قد شهدت له وشهدت بالوحدانية وشهدت عليه إذا أراد أن يتمرد يوم القيامة. هذه الشهادة الروحية اللي جاء من روحه في عالم الذر، شهدت أرواحنا بوحدانية الله عز وجل. ولذلك العلماء قالوا لنا إن جوارح العاصي مطيعة. جوارح العاصي مطيعة. ولك كيف مطيعة؟ أما العين كيف تبص؟ والأذن تسمع الغيبة والنميمة؟ واللسان يكذب ويشهد زور؟ والرجل تذهب إلى مكان لا يرضي الله؟ قال لسيطرة صاحبها عليه. لسيطرة صاحبها عليها. طب لما يجي يوم القيامة السيطرة بتاع صاحبها هذه تتولى أم تظل السيطرة موجودة؟ تتولى. فتنطق الجوارح، تصبح الجوارح في هذه اللحظة ايه؟ متحررة. كانت في الدنيا ايه؟ مستعمرة، صح ولا لا؟ مستعمرة من من؟ من الذي مستخربة، لأن مستعمرة من العمران. كانت مستخربة من صاحبها، يا عين بصي، يا أذن اسمعي الخنا، يا رجل روحي للمكان السيء، يا يد امتدي لإيه؟ للحرام والشبهات. بهذا المنطق، بهذا المنطق كانت الجوارح لا سيطرة لنفسها على نفسها. مفيش سيطرة لنفسها على ايه؟ على نفسها. فلما تيجي العبد يموت ويبدأ يوم القيامة يريد ان يتمرد كما كان يتمرد في الدنيا، اصبحت السيطرة على جوارحه غير موجودة. فتأتي يقول لا لا لا، انا ما سرقت، ما سرقت اخوتي. يطلع اليد يقول ايه؟ اليد تقول هذا كذاب، انا قد سرقت يوم كذا مبلغ كذا، واخذت الاوراق الفلانية، واستوليت على المحلات، واستوليت على البناية وعلى الارض وعلى وعلى. تنطق اليد. اللسان يجي يقول للعبد انا عمري ما كذبت، انا عمري ما شهدت زور. ينطق اللسان. والكذاب، انا شهدت زور في المحكمة يوم الفلاني، وشهدت زور في الموقف الفلاني، وكذبت في اليوم الفلاني، وقلت يمينا فاجرة في اليوم الفلاني، والعين والجلد كله يشهد. فجوارح العاصي مطيعة، غير أن سيطرة صاحبها عليها جعلتها إيه؟ تعصي رب العباد سبحانه وتعالى. طيب، عالم الذر. أشهدنا رب العباد على أنفسنا وسألنا سؤالا واحدا: ألست بربكم؟ قال الجميع بلى يا رب، أنت الواحد الأحد. نأتي بعد أن خلق الله أبانا آدم، صرنا نتشكل أجنة في أرحام أمهاتنا. 40 يوما نطفة، 40 مضغة، 40 علقة، أول 120 يوم ملك الموكل بالأرحام يبتدي يكتب الإيه؟ العمر والرزق وإلى آخره. خلاص. ننزل من عالم الظلمة والضيق إلى عالم النور والضياء والسعة. بعد ما كنا في ظلمة الرحم وظلمة المشيمة وظلمة الطبقات الثلاث، ظلمات ثلاث، نخرج من هذا الضيق وهذه الظلمة إلى سعة الدنيا ونورها. العباد المؤمنين الصالحين من العلماء قالوا أن العبد منا لما يخرج من الدنيا، هو كان في سعة الدنيا وفي نورها، لما احنا يذهب بنا أهلنا ليطبقوا علينا الثرى تحت أطباق الثرى في القبر، اللحد أو الشق، بعد ما كنا في سعة الدنيا، ها؟ صرنا في ايه؟ في ضيق، ضيق الارض. بعد ما كنا في النور اصبحنا في الايه؟ قالوا العباد هنا ينقسم قسمين: قسم اتقى رب العباد في الدنيا، ولا نزككم على الله،
فإذا سئل وقيل له يا فلان أتحب أن تعود إلى الدنيا مرة أخرى؟ وهكذا يسأل الملكان فعلا. الملكان هيسألوا المتوفى الآن وهو يسمع قرع نعالنا ونحن نغادره ويدرك أنه مات ويدرك أنه ترك الحياة ويدرك أنه دخل في هذا الضيق ويدرك أنه قادم على الله ويكتشف أن الدنيا دي كانت تمثيلية عجيبة نسي فيها ما هو مسؤول ما هو مطلوب منه. يا عبد الله أتحب أن تعود إلى دار الدنيا مرة أخرى؟ يقول ألدار الهموم والأحزان ترجعاني؟ قدماني إلى ربي قدماني. يا عم ترجع فين؟ الكذب والزور واللف والدوران، الناس تظلم بعضها، الزوج يؤذي زوجته والزوجة تخطب الجبين والعيال والعياذ بالله غير بررة والراجل صاحب العمل مؤذي والموظف غير أمين. لا 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 لا، اجعلني ها هنا. ده المؤمن، المؤمن لا يريد أن يعود. وقالوا إن المؤمن لا يريد أن يعود إلى الدنيا كما لو أن الجنين لما يولد ويصير مولودا إذا سئل ويقال له أتحب أن تعود إلى رحم أمك مرة أخرى يرفض، يقول لا 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 أنا كده في سعة وفي نور سبحان الله العظيم. والعلماء عملوا إحصائية في العشر سنوات الأخيرة وجدوا أن كم من الأطفال يموت في الشهر الأول والثاني من الولادة. بحثوا عن ما السبب، أمراض مفيش أمراض، حللوا الدي ان ايه والهرمونات والكروموزومات والقضايا العلمية الضخمة دي سبحان الله، ودخل علماء الهندسة الوراثية وعلماء الجينات اكتشفوا عجبا. قالك الطفل، بعض الأطفال يحلم وهو نائم، يحلم يجيله حلم فيحلم أنه عاد إلى بطن أمه مرة أخرى، فيشعر بضيق شديد لا يستطيع عقله أن يتحمله فينفجر المخ ويموت. يا الله، لا يريد أن يعود، لا يريد أن يعود إلى هذا الضيق مرة أخرى. هكذا المؤمن مش عايز يرجع لضيق الدنيا. ليه؟ ليه؟ لأن لما رب العباد قال فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، هو شاف الحقيقة. الله يرضى عن عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة قال لزوجتي فاطمة بنت عبد الملك بنت عمه، قال لا اخرجي اخرجي ارى في الحجرة وجوها. شوف شوف الصالحين، ليست بوجوه انس ولا وجوه جان، ولكنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يحبون الا الذكرى والريح الطيب بس. يبقى ماذا رأى؟ فخرجت فاطمة قالت معقول اترك عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء حفيد بن الخطاب في هذه اللحظات ولا اسمع ماذا يقول في اللحظات الاخيرة؟ لابد ان يعني حياته كلها خير في خير سنتين، عدل وعدل واقام الدولة الاسلامية على ايام جده عمر. فسمعته يقول مرحبا بابي البشر ادم، يا الله الله الله، مرحبا بنوح خير الدعاء او اكبر الدعاء، مرحبا بخليل الرحمن ابراهيم، اهلا بكريم الله موسى، مرحبا بروح الله عيسى، اهلا سيدي رسول الله. ثم سكت وقال مرحبا بملك الموت زائر اتى على موعد وانا اليه بالاشواق، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وفاضت روح عمر رضي الله عنه. انظر النهايات الطيبة. مسيرته الذاتية السابقة احسنت الايه؟ ها؟ الخاتمة. يبقى حسن الخاتمة جاي من ايه؟ ها؟ مما قد قدمت، عارمت نفس ما قدمت واخرت. طيب يا سيدي، اذا من كرم الله علينا ان نقسم حياتنا الى هذه المراحل الخمسة. المرحلة الاولى عالم الذر، المرحلة الثانية عالم الاجنة، المرحلة الثالثة عالم الشهادة، نحن الآن نعمل ونقول ونشرب ونذهب ونكذب. ثم يأتي يوم عالم البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، وبعضهم يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ماذا تقول له الملائكة؟ كلا إنها كلمة هو قائلها. يعني إيه هو قائلها؟ يتكلم براحته، يأخذ راحته في الكلام، لكن هل كلامه يجاب؟ هل ينفذ كلامه أحد؟ لا لا دخل. ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. سبحان الله،
القبر حالة من حالتين، استطيع ان امثلها الان بحالتين. ولد من ابنائنا متفوق وطلع الاول على الدولة ومنتظر خلف الكواليس لينادى عليه ليسلم على وزير التعليم او على رئيس الوزارة او على سمو الامير شخصيا. الولد ده الدقائق اللي وراء الكواليس تطول عليه ام لا تطول؟ تطول. ليه؟ عايز الناس تراه وهو ايه يصافح المسؤول وهو يسلمه الايه اجازة التفوق. طيب في المقابل واحد والعياذ بالله حكموا عليه بالاعدام والبسوه البدلة الحمراء وكل ما يفتحوا باب الزنزانة يقول ها ده جايين ايه ينفذوا الايه الامر. يبقى هو عايز المدة دي تأتي هذا الاخذ يأتي الان ام انه لا يريد ان يأتي اصلا؟ ولله المثل الاعلى. المؤمن هو التلميذ المتفوق اللي هو منتظر لقاء الله. من احب لقاء الله ها احب الله لقاء، ومن كره لقاء الله ها كره الله لقاء. يبقى القضية كده، يبقى القضية بهذا المنطق. من احب لقاء الله، وهؤلاء احبوا لقاء الله، فهو بيتعجل يجي في القبر. انت عايز تستلالة؟ انا عايز اقابل وجه الكريم سبحانه وتعالى. يبقى اذا هذا انسان كان يسارع في الخيرات ويريد ان يسارع ليلقى الجزاء عند رب العباد سبحانه وتعالى، لانه قدم على الكريم سبحانه الذي رهبه ورجاه في نفس الوقت. طيب هذه عالم البرزخ، ثم عالم الاخرة، وهذه مرحلة اخرى. نحن في حوارنا وفي حديثنا في هذه الايام الثلاثة ان شاء الله عن اشراط وعلامات الساعة. العلماء قسموا لنا اشراط وعلامات الساعة الى قسمين، علامات صغرى وعلامات كبرى. ايه الفرق؟